حتى ما بخيرش انا كيف لي زونجوا كيما نحطهم حنا في الطابله كيما بغاو كل واحد كيفاش يبغي ياكلهم حنا نديرهم بهذه الطريقه هذه نقطعهم صغار بزاف حقيقة هكذا يجيو ملاح بزاف يجيو بنان شوية الثوم هنايا واحد راس صغير تاع الثوم لازم الثوم خضراء جديدة شوية طماطيش هذه شوية سلطة خضراء هذا شوية خيار هذا معدنوس المكونات كاع هذو هما اللي فيها بنينة ندير لها واحد رشة تاع فلفل كحل ماشي بزاف رشة رشة وهي الطعم تاعها تاع زيت زيتون هي تجيب زيت زيتون هاد الروسات هي تسكنها زيت زيتون لازم تتخلط مليح